فينا. كم مره تغيرين لك شعرك بالسنه؟ 2020 كم مره غيرتي لك شعرك؟ وايد. كم لون؟ نحب نغير يعني، حلو التغيير، خصوصا اذا كنت يعني على القصير. ترى يبي له جرأة، لان انا عشت مع الشعر القصير شوي، يعني احس انه وما تقدري تسوين كل شيء فيه. اي وقيدت صح، باللوك حتى باللبس، بس جدا مريح، فيعني تغيير. نعيما نعيما. بس لان الناس تهتم بسوالف اللوكات والستايلات ويعتبرها، او في ناس وايد ممكن يقلدونك حتى. والله ما ادري يعني، بس هذا الشيء يعني احس البوي الكل يقدر يقص. بس انت تذكرينهم؟ والله في ناس دخلوا علي انه مثلا قبل كنا كلنا نقص بوي، في كومنتس كذي. بس انه لما قصيت شعري يعني، انا مثلا امي ما تفضل البوي، بس ردها وايد ورا. نفس امي. لما قصيت صار اي ممكن تقصين كذي؟ اذا ضعفت اوكي، اذا ضعفت لا 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 صالح لا تجاملني عاد بهالمواضيع، لا تجاملني. ها ان شاء الله.